استمرار هذه الحكومة وهذا المجلس إذا ما تم إجراء غدا برفع الاستجواب من الجدول فهو إهانة للأمة، استمرارهما إهانة للأمة. ولذلك نعيد مرة أخرى تكرار مطالبتنا اللي صار لها الآن تقريبا سنتين من استجواب الشيكات لصاحب الشهن وهو صاحب السمو أمير البلاد بإصدار مراسيم حل المجلس واستقالة الحكومة والرجوع إلى الشارع الكويتي لأخذ قراره فيهما.